قال لي كل ما تكلم على دنيا باطمة كل شيء غيتعتقل، لأن سعيدة شرف عطيانا الفلوس صحيحة، هذا هو السبب اللي كنخرجوا وكان تكلموا عليها وكان قولوا بأن دنيا باطمة خايبة ما كتسوى ما كتصلاح، وهذا كشي كنجبدو حنا غير من جنابنا. فهذا هو اللي خلانا خوتي حنا كاع الناس متبعين هذه القضية ديال حمزة مهبي بيصحاب القنوات، تحياتي لهم من هذا المنبر اللي كيخلي واحد المقطع في قنواتهم الدليل، لأن الناس اللي كانوا ناسين احنا كما كنقولوا أفكرك ها انتم شوفوا هذا المقطع، ياك شفتوا في الأول اشنو قالت، كتقول الأخت ديالها يوا نوضي دخلي الانستغرام ورا الهضرة في راسك، ودابا حنا كنظلموا هاد السيدة، ودابا انتم كتهمونا بأننا واخدين فلوس صحيحة، حسبنا الله ونعم الوكيل. نعطي التحية أخوتي للمتابعين الكرام ونكمل الموضوع. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا وسهلا بجميع المتابعين الكرام داخل وخارج أرض الوطن، كنتمنى يا ربي تكونوا بخير وعلى خير إن شاء الله. سمحوا لي على هذا الصوت أخوتي مع هذا الريح، الحمد لله ما شكيت عليكم. إيه واش هنقول لكم، دخلوا في صلب الموضوع. الباح فاش شفنا الندوه ديال سعيده شرف اللي ناجحه 100% واللي عطات الدلائل كامله بالصوت والصوره والبرهان، يعني ما جبداش من جنابها او لا كتقولي بفمها، لا عطات الوثائق اللي كتقول الناس ها انتم شوفوا انا ما جبتش هاد السيده ولا تعديت عليها، راه كاين القانون. هذا هو الكلام، لان الفرقه الوطنيه تبتات عليها، والغريب في الامر ان الاخت ديالها ابتسام هي اللي فاش عطات تصريح كامله للفرقه الوطنيه وكتقول بان فعلا الاخت ديالي هي اللي عطاتني اوكي، وكتقول لي كاع الناس اللي تكلموا فيا نوضي نشريهم. ودابا واش نتوما كتضحكوا على روسكم؟ واش نتوما كتضحكوا على روسكم من غير اختك؟ راه كذلك حتى سكينه، سكينه اللي دابا كتكوت بخص كاع خايفه من حقها، انا خايفه قالت انا صافي ما بقيتش نتكلم على هادشي والناس ما بقيتش كنتكلم معاهم، نهار ما وقعت لي الواقعه تعتقلت صافي، لان قلت العقل مصيبه ها، وعيشه عيشه حتى هي اعترفات وبزاف. واش نتوما دابا اش نقول لكم؟ هذا هو اللي قال لي كديروا التبهله لا وسرق العواد، هي هادي. وحنا كنشوفوا ان هذيك الخرجه اللي خرجات دنيا وانها كتبين البراءه وانها راه معدين عليها وان هي ما عندها حتى علاقه بهادشي كامل، وان سعيده شرف دارت عليها مؤامره بسبب الغيره والحسد والحقد، وبسبب انها فاش كانت دارت العرس وما عرضتش عليا، ومن تما ولا الحقد ولا ما مشي هضره كتدخل وكتخرج في الهضره. وهذيك الخرجه ما نكذبش عليكم كلشي كيقولها، كلشي كيقولها بان ما كانش على كاع تخرج نهائيا، غير جيبها فمو قول ما تمين جابت هذاك المحضر، ما شكون اللي كتبوا ليها، وها نتوما شوفوا المحضر وها نتوما وهادشي ما كاين والو، وانا عاطيني البراءه وهاد الناس بغاو يغرقوني وعلاش وكيفاش وطاطا الى اخره، شي اقاويل اش نقول لكم كاذبه اللي منهم قنوات عربيه راكم شفتوهم اخوتي كيفاش تكلموا عليها، وقال لك هاد السيده كتكذب لانها جات عندنا ودارت معنا لقاء وكتقول لك حكا صحفيه كتكلم معها قالت لها عندك علاقه حمزة مون بيبي وعندك واحد الشكايه، قالت لها لا هادشي كله ما منه حتى حاجه. 24 ساعه تم تحقيق عندنا الفرقه الوطنيه، استغربت هذيك الصحفيه من لبنان، قالت لك انا استغربت ما هذا الكلام، ما هاد الاكاذيب، ما نختي على هذه الحاله، سكتي اللي داروا القانون هو اللي كاين، راه هادشي حنا خرجنا شحال وتكلمنا معاك وقلنا لك نعلي الشيطان وخرجي وضحي الناس، انا ما كانش عندي العقل، كنت طايشه الام اللي غادي لك العقل ما كاينش حتى هي، ما كاينش هاد العالم، لان غادي تا هي في الهاويه بحالك ولا حول ولا قوه الا بالله. انت خارجه كتقولي انا كاع دوك اللي كيتكلموا عليا ما كرهش نسد عليهم في واحد البيت ونشعل عليهم هذا وندير عليهم المازوت والعافيه، هادشي كاين ما كاينش، لانه كيتسمى التهديد على المباشر، وكذلك حتى الام ديالك اللي هازه السلاح الابيض وكتهددنا على المباشر، لهذا كيتعاقب عليه القانون، وهادشي ثاني كذوب. واش هادشي اخوتي حنا جبدناه وقلناه؟ راه ما فهمناش هاد الناس هادو. وعاوتاني سامعوا اخوتي الله يجزيكم بخير، بالنسبه للناس ما فاهمينش، اما الناس متبعين هاد القضيه راه عارفين واحد الخطره اللي كنشوفوها ان حلات صاب شات دارت فيه واحد بدير فيه لايف
شويه حتى خرجت الصوره ديال المام بيبي وهي واقفه حدا هذا الصوره وجالسه حدا هي نيت المغنيه. راه نيت اش نقول لكم صحاب الحاره داروا تيليشارجوا داك الفيديو الى تصدموا سناب شات واللي كانت هي المغنيه انها ما عرفتش شنو بغات دير وتفضحات تبلها وجهها وبالزربه سدات هذاك هذيك الصفحه. عاوتاني هادشي كذوب؟ هادشي حنا جبدناه من دماغنا؟ صافي انتي وحنا كنقولوا نعاودوا نقولوها انتي هي مون بيبي انتي هي راس الحربه انتي هي راس الحربه صافي. نقولي الحمد لله ان القانون عطاني هاد العقوبه هذه خفيفه سنه راه دغيا بالزربه تدوز وانتي عاد كتقولي بغيت ندير واحد العفو الملكي ومشي عند الملك سيدنا والله يسرو يزيد في مدادو سيرو 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 سير. ولكن انتي راك كما كنقولوا كتلعبي في الخطر في الخطر. هذيك الخرجه الصراحه راه كلشي ضحك عليك راه كلشي تصدم فيك من هنيت راجك راجك راه هذاك الطالق ديالك الترك راه هو قالها راه شي حوايج قالهم في هذاك اللايف ديالك ديالو الى كلشي استغرب لان شي مسائل راه لا حول ولا قوه الا بالله. هو صراحه ما كانش عليه انه كما كنقولوا يفضح الاسرار صافي طلقتي انت ويا صافي علاش. ولكن لا هو صافي راه قلبه محروق قال لك انا على بناتي لان ما خلاتنيش نشوف بناتي وان قلبها قاصح وقلبها ودايره وفعله وتركه حتى انا اللي كاينه غادي نشاركها معكم ولا حول ولا قوه الا بالله. الله يدينا في الضو هذا الشيء اللي كاين لان هذه المسائل اللي كنشوفوها احنا اللي كتنشر هكا لان اش نقول لكم كثير 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 كثير. حمزه مون بيبي شرد ناس حمق ناس سطى ناس فرق ناس الناس اللي حد الان مازال كيعانيوا الحاله النفسيه هذا. ولكن اش نقول لكم هاد الناس اخوتي راه لا اله الا الله سيدنا محمد رسول الله هذا هو الكلام. وهاد السيده ما راضياش بهذاك الشيء اللي تحكم عليها وانها كتبين انها بريئه وهذا الشيء راه واضح وباين ما خصش بنادم كما كنقولوا يدرقوا الشمس بالغربال. فاحنا اش خاسرين الفيديوهات القدام راه حنا غادي نشرهم وغتسمعي على ودنيك الا كنتي ناسي راه كلشي مازال مسجل على ودنيك. راه واحد اللايف ثاني طحت فيه البارحه تصدمت لانك تقول لك انا فلانه شكون هذيك اللبسه كاع ما جات معاها وكتجي معايا انا السيده كانت في هذيك المرحله اللي كنشوف فيها الحقد الغيره علاش فلانه تلبس وانا اللي غادي نكون حسن.